هذا الرجل لا حق له أن يتكلم عن الأنظمة الديمقراطية، لا حق له أن يتكلم عن أسياده في الدول المحيطة المستقرة التي تتداول السلطة بشكل دستوري. هذا الرجل الذي يتحدث عن الحرية ويلمح كالنساء دون أن يجرؤ على التصريح حول دول كبيرة زي مصر والسعودية والإمارات، أنا أتصور أنه هذا ليس برجولة ولا يجب أن يلقى أي احترام أو تقدير على أي مستوى إنساني أو سياسي. كل هذه المقدمة الطويلة ليست إلا تأكيداً على ثوابتنا، ثوابت هذه القناة وثوابت هذا البرنامج. بنتحدث فيما يخص العمل العربي المشترك، أبداً لن نعزف ألحاناً انفصالية ولن نعزف ألحاناً نشاز، نحاول أن نجمع لا نفرق. لكن هذه البؤرة الصديدية السرطانية قلنا ونقول يجب محاولة إجراء جراحة عاجلة لتطهير الجسد العربي من هذه الخلية السرطانية.